بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نشرح هذا الدرس مراجعة من كتاب المفيد، وهو يتعلق بباب النحو. التدريب الأول الآن، أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل الآتية وغير ما يلزم. أخوات كان مثل كان، ظل، أصبح، صار، أمس، بات، ليس. هذه أخوات كان. نريد أن نعرف اسم كان يكون مرفوعا وخبر كان يكون منصوبا. الآن لو أدخلنا كانت الشمس ساطعة. الآن إذن سوف نغير هنا، تصبح ساطعة بدل ساطعة. نقول الشمس اسم كان مرفوع لم ترفعه الضمة، وساطعة خبر كان منصوب. الآن أنت ذو نفوذ، لو قلنا أصبحت ذا نفوذ، أصبحت من أخوات كان ذا. الآن أين اسم أصبح؟ ضمير مستتر تقديره أنت، أصبحت أنت، وخبر أصبح هو ذا، وقلنا خبر أصبح يكون منصوبا، وذا من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ تنصب بالألف، ذا. الرحلتان كلتاهما ممتعتان، هل نقول كلتيهما أم كلتاهما؟ نقول كلتاهما، كلتاهما. مرة أخرى لو قلنا ليست، لو أدخلنا ماذا؟ ليست الرحلتان، الرحلتان تكون ماذا؟ الرحلتان اسم ليس مرفوع علامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى، لأن علامة رفع المثنى الألف. ليست الرحلتان كلتاهما، كلتاهما إعرابها هنا توكيد، توكيد للرحلتين. وممتعتان تصبح ماذا؟ ممتعتين خبر ليس، خبر ليس. إذا مرة أخرى، الرحلتان اسم ليس مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وكلتاهما توكيد مرفوع، وممتعتين خبر ليس منصوب. أخواك مجتهدان، لو قلنا أدخلنا هنا صار، صار أخواك مجتهدين، بالتالي نقول هنا أخواك مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أخواك. ومجتهدان تصبح ماذا؟ مجتهدين، مجتهدين بدل مجتهدان. لماذا تصبح مجتهدين؟ لأن خبر مجتهدين، لأن خبر صار يكون منصوبا، ومجتهدين مثنى، والمثنى ينصب بماذا؟ ينصب بالياء. نأتي الآن إلى التمرين الثاني، حدد المفعول به في كل جملة. الآن الجملة الأولى، تحجب الغيوم وجه، ماذا تحجب الغيوم؟ وجه السماء، فوجه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طبعا المفعول به دائما يكون منصوبا. يطربني صوت الحادي، أين المفعول به؟ المفعول به الياء، الفعل يطرب والياء وقع عليه فعل الفاعل. وأحب أن أدرس العلوم، العلوم مفعول به منصوب، الفعل أدرس والعلوم مفعول به. ماذا أهدتك؟ المفعول به الضمير الكاف، أهدتك أمك هي الفاعل. التدريب الثالث، املأ الفراغ بالمفعول المطلق. والمفعول المطلق هو يكون إما مبينا للنوع أو مبينا للعدد وهكذا. إذن ثلاثة أنواع للمفعول المطلق نذكرها الآن سريعا، مؤكد للفعل، مبين للنوع، ومبين للعدد. مثلا على سبيل المثال، جلس المريض على الكرسي مثلا جلسة مريحة. الآن هنا لاحظوا، جلس جلسة، جلس جلسة، بالتالي هنا يكون هذا نوع المفعول المطلق، لا نريد أن نتكلم عن الأنواع،
مبين للنوع. الآن جمع جمعا، كتب كتابة، درس دراسة، هكذا يكون غالبا المفعول المطلق. الآن جمع التاجر أمواله جمعا، والمفعول المطلق دائما يكون منصوب، دائما يكون منصوبا. جنى الكافر على نفسه جناية، منصوب أيضا. حزنت الأم على فقدان ابنها مثلا حزنا شديدا. إذن هذا هو المفعول المطلق، يكون مبين للنوع، مبين للعدد، ومؤكد للفعل، ويكون منصوبا. الآن التدريب الرابع، عين المفعول لأجله. المفعول لأجله أيضا يكون منصوبا، والمفعول لأجله يعني لماذا نفعل الشيء، لأجل ماذا. انتبهوا إلى المثال الأول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا. يعني لأجل ماذا يصوم رمضان؟ لأجل الإيمان. إذن لماذا يصوم رمضان؟ إيمانا. فهنا إيمانا مفعول لأجله. ته دلالا، ته هنا فعل، ودلالا لماذا تته، لماذا يتوه، دلالا. فدلالا هنا مفعول لأجله. بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا. لماذا مثلا، لماذا ما ابتلت جوانحنا شوقا، أو لأجل ماذا شوقا. إذا مفعول لأجله منصوب. يموت الأبطال، لماذا يموت الأبطال دفاعا، أو لأجل ماذا يموت الأبطال دفاعا. دائما نحدد المفعول المطلق بالسؤال، باستخدام كلمة السؤال، لماذا أو لأجل ماذا. لماذا يموت الأبطال دفاعا، فدفاعا إذا مفعول لأجله. أجهدت نفسي لماذا إحرازا، أو لأجل ماذا أجهدت نفسي إحرازا للنجاح. فبالتالي إحرازا للنجاح هنا إحرازا تكون مفعولا لأجله. الآن هنا عين المفعول معه، وأيضا المفعول معه يكون منصوبا. كل المفعولات تكون منصوبة. المفعول معه غالبا ما يدل على المفعول معه حرف الواو. الواو بمعنى مع، إذا الواو هذه تكون بمعنى مع. أنا سائر وشاطئ الخليج. الواو هنا بمعنى أنا سائر مع، لذلك نقول مفعول معه. الواو بمعنى مع، مع أنا سائر وشاطئ الخليج. إذا أنت لم تترك أخاك وزلة، يعني مع زلة، مع زلة، فهنا زلة. أقضي نهارا بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم. لاحظوا هذه الواو حرف عطف، وهذه حرف عطف، لكن الواو التي بمعنى مع هي هذه، يعني ويجمعني مع الهم بالليل جامع، ويجمعني والهم. فالمفعول معه يكون منصوبا. رابعا، نهض علي والفجر، يعني مع الفجر، مع الفجر. بالتالي هنا يتبين لنا أن المفعول معه يكون منصوبا، والحرف الذي ويكون مفعول معه بعد حرف الواو التي هي بمعنى مع. التدريب السادس، أكمل الفراغ بوضع حرف الجر المناسب. يغوص الرجل في الماء. عفونا عن المسيء. أصغينا للحديث. اعتمد على نفسك. عاد المسافر إلى وطنه. التدريب السابع، الآن بين في النص الآتي المعنى الذي أفادته من. قال حرف الجر من. قال رجل من أهل الشام. هنا من أجل بيان المكان، من أين هذا الرجل؟ أهل الشام. وأيضا هنا من أجل بيان المكان. عجبت منكم، هذه من أجل بيان الجنس. ومن فقهائنا، بيان الجنس. أيضا من مجانيننا، من هنا تبين جنس هؤلاء الأشخاص. أو تدري من أين ذلك؟ هنا من للمكان، تدل على المكان بدليل وجود أين.
قال من الجوع، من هنا سببية يعني للتعليل، يعني بسبب الجوع، ألا أدري، قال من الجوع أي بسبب الجوع. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية حل هذه التدريبات، تدريبات المراجعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.